من دي جينارو. هناك خطأ يحتسب لفائدة ميلان. دي جينارو أمام الإعادة بعد تدخل ميلان. يواجه فريق نوفارا في هذا اللقاء ويطمع فريق الميلان لتحقيق انتصار كبير. فريق نوفارا دي جينارو. دي جينارو يرسل كرة طويلة انطلاقة من بيبو انزاكي. بيبو انزاكي سدد. بيبو انزاكي يتمكن من محاولة وفانتانا يتابع يبعد الكرة بروزيني. امبروزيني دي جينارو ينجح في المرور. دي جينارو تدخل محاولة لفائدة فريق ميلان. كرة تصل عند دي جينارو بينية. امبروزيني من جديد الكرة لدي جينارو. دي جينارو داخل منطقة الجزاء. هذا اللقاء سيكون غائب في اللقاء القادم لميلان أمام سينا بسبب الإيقاف. دي جينارو جرى لأونتيلار. أونتيلار عند دي جينارو. دي جينارو وانطلاق لبيبونزاجي. بيبونزاجي 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 سدد على اللاعب فلاميني في اللقطة الماضية. أمامنا بيبونزاجي هاجم. هل سيلعب الميلان بثلاث مهاجمين؟ دي جينارو الآن. دي جينارو يلعب كرة. دي جينارو يغادر أرضية الملعب. يدخل سيموني فيردي.